أهلا بأصحابنا في رحلتنا السعيدة، وأهلا بأصحابي اللي معايا النهاردة، وحكاية جديدة من حكايات ماما سماح. حكايتنا النهاردة هنروح فيها المكان جميل كلنا بنحبه، كلنا بنستنى فصل الصيف عشان نروح له. عرفتوه؟ أنا عارفة أن كلكم عرفتوه. النهاردة قصتنا كلها بتدور في البحر، مين فينا ما بيحبش البحر؟ بس النهاردة قصتنا مش عن ولاد بيعوموا في البحر ولا ناس قاعدين بيستمتعوا بالبحر، لأ، قصتنا النهاردة عن سمكة عايشة في البحر. احنا عارفين يا أصحابي إن البحر فيه أسماك كتير، أشكال وألوان وأنواع. النهاردة بطلة قصتنا سمكة، بس سمكة مش أي سمكة، سمكة على شكل تعبان. سمكة التعبان كانت بتسأل سؤال غريب جداً لكل سمكة تقابلها، تقول لها إيه بقى؟ هو البحر لونه إيه؟ كل الأسماك تقول لها إيه السؤال الغريب ده؟ البحر لونه أزرق. في حد يسأل السؤال ده وهو عايش في البحر؟ تقول لهم طب ليه أنا شايفة البحر لونه رمادي؟ أنا عمري ما شفت البحر أزرق. يمشوا ويسبوها تعوم لحد ما توصل لهم وتقول لهم إيه؟ طب ممكن تصاحبوني؟ يعني أنتم مش عايزين ليه تكلموني ولا تصاحبوني؟ يقولوا لها إيه؟ اسمك اسمي تعبان، وشكلك شكلي تعبان، ازاي نصاحبك وانتي تعبان؟ تقول لهم انا سمكه زيكو، انا مش تعبان. مفيش فايده، محدش فيهم خالص عايز يصاحبها خالص. تسكت السمكه وتقول يعني عشان اسمي؟ طب ما في قنديل البحر، قنديل البحر ده حاجه حلوه كويس، قنديل البحر يعني حاجه لما بنشوفها بنعمل ايه؟ بنجري منها ونهرب، بس اسمه قنديل. القنديل ده المفروض انه حاجه بتنور، بس هو مش بينور، ده بيأذي. محدش عايز يقتنع بكلامها ابدا. عامت كتير وراحت اماكن كتير في البحر، مفيش فايده، دايما شايفه البحر لونه رمادي وعمرها ما شافت لونه أزرق. في يوم من الايام وسمكه التعبان بتعوم بتعوم بتعوم، فجاه سمعت صوت بيقول ايه؟ البحر الرمادي ده عمري ما هلاقي فيه ابدا صديق ولا صاحب يخليني كده مبسوطه وانا قاعده معاه. ايه ده؟ مين اللي بتقول الكلام ده؟ بصت وراها ولقت ورده. قالت لها انت مين؟ قالت لها انا ورده. قالت لها ورده ومش لاقيه حد يصاحبك؟ قالت لها اه، لان انا سفنجه، كل الاسماك مش عايزه تصاحبني، بتقول احنا ما نصاحبش سفنجه، نصاحب سمكه. تقول لها بس انت شكلك ورده واسمك ورده. قالت لها طب وايه يعني؟ قالت لها اصل انا مش عايزين يصاحبوني عشان شكلي تعبان واسمي تعبان. انت اسمك ورده وشكلك ورده وبرضه مش عايزين يصاحبوكي. قالت لها وشايفه البحر الرمادي؟ قالت لها انا كمان شايفه البحر الرمادي. طب نعمل ايه في المشكله بتاعتنا دي؟ نعمل ايه؟ وهم قاعدين يفكروا قابلهم الدولفين الطيب. الدولفين الطيب قال لهم انا عندي حل لمشكلتكم. مدينه المرجان هي مدينه الاصدقاء. لو رحتوا مدينه المرجان كل واحد فيكم هيلاقي الصديق اللي بيدور عليه. بس خلي بالك، مدينة المرجان يا سمكة التعبان الطريق ليها كله مليان بالأخطار، يعني طول ما أنت بتعوم هتلاقي أخطار كتير وهتلاقي حاجات كتير ممكن تخوفك. تفتكروا بقى سمكة التعبان تروح لمدينة المرجان؟ تروح ولا ما تروحش؟ تروح. إحنا لو زي سمكة التعبان نروح على طول ولا نفكر ونقول لأ بلاش الطريق خطر بلاش بقى نروح؟ نروح ولا ما نروحش؟ نفكر. ما نروحش ونفضل شايفين البحر الرمادي ولا نروح ويبقى عندنا الشجاعة؟ نروح ويبقى عندنا الشجاعة. طيب سمكة التعبان بسرعة قالت أنا هروح لمدينة المرجان. وردة قالت أنا عايزة أروح برضو بس الطريق طويل وأنا بتعب، أنا مش سمكة عشان أقدر أعوم زيكم، أنا ماليش زعانف. إحنا عارفين السمك ليه زعانف اللي هي بتبقى على جنب كده زي الـ الأجنحة في الطيور وليها ديل، ده اللي بيساعدها تعوم، لكن السفنجة ملهاش زعانف ولا ليها ديل، تقدر تعوم آه بس مسافات بسيطة. السفنجة قالت كان نفسي أروح فعلاً مدينة المرجان بس يا خسارة مش هقدر أروح. تفتكروا سمكة التعبان تقول لها إيه؟ إيه؟ تقول لها إيه؟ إيه؟ تاخدها معاها ولا تقول ماليش دعوة بيها أنا معرفهاش؟ لا تاخدها معاها. تاخدها معاها؟ فعلاً سمكة التعبان قالت لوردة إيه رأيك تيجي معايا في الرحلة دي؟ وردة قالت لها أنا نفسي أروح بس أنا كده هعطلك، الطريق كله خطر، أنت لو خدتيني معاكي أنا مش هعرف أعوم زيك. قالت لها لأ، أنا عايزاكي تطلعي فوقي تمسكي فيا قوي وأنا هعوم 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 وأنت معايا. وردة الحقيقة ما كانتش مصدقة إن سمكة التعبان ممكن تفكر إنها تاخدها معايا في الرحلة.
وكانت مبسوطة جداً إنها هتروح مدينة المرجان عشان تلاقي إيه؟ أصحاب. بدأوا الرحلة هما الاتنين يا أصحابي وسمكة التعبان تعوم ووردة ماسكة فيها. سمكة التعبان تعوم والوردة ماسكة فيها. يوم اتنين وهما سوا في البحر وسمكة التعبان بتعوم، فجأة إيه ده؟ الدنيا ظلمة وعاصفة كبيرة قامت، وسمكة التعبان لقت حاجة بتتلف حواليها، هي ووردة دراع لحاجة في البحر ليها 8 أذرع. مين يعرف اسمها إيه؟ أنا. الأخطبوط. الأخطبوط. الأخطبوط ده حلو ولا وحش؟ وحش. الأخطبوط لف دراعه حواليهم وقال إيه؟ آه أنا أخيراً لقيت النهاردة الوجبة الشهية اللي هاكلها، هبدأ بسمكة التعبان وهحلي بالسفنجة وردة. يا خبر، وبعدين؟ وردة قالت نزليني أرجوكي نزليني، أنت كده مش هتعرفي تتحركي، أنا كده فوقك أنت مش عارفة تتحركي. السمكة توافق إنها تسيب وردة وتكمل هي الرحلة لوحدها عشان تنقذ نفسها؟ لا. توافق؟ لا. سمكة الثعبان قالت لها زي ما بدأنا الرحلة سوا لازم نكملها سوا، إن شاء الله ربنا هينقذنا. فعلا يا أصدقائي، فجأة موجة كبيرة اندفعت، والموجة لما اندفعت بسرعة مين اللي اتحرك وإيده اتهزت؟ أخطبوط. الأخطبوط اتحرك وبسرعة سمكة التعبان عملت إيه؟ جريت وهربت. ووردة معاها ماسكة فيها، وأول ما كده بقوا ورا صخرة كبيرة، وردة نزلت جنب سمكة الثعبان وقالت لها ياه الحمد لله الحمد لله ربنا أنقذنا. قالت لها عارفة ربنا أنقذنا ليه؟ عشان إحنا الاتنين كنا مع بعض وتمسكنا ببعض، محدش فينا ساب التاني، عشان كده ربنا لقانا إحنا الاتنين كويسين، حب كمان إن هو يعمل معانا خير ويخلينا نهرب من قبضة الأخطبوط. فجأة سمكة الثعبان قالت إيه ده؟ إيه ده؟ أنا مش مصدقة، أنا شايفة البحر لونه أزرق. أنا شايفة البحر لونه أزرق. والسفنجة قالت لها إيه ده؟ أنا كمان شايفة البحر لونه أزرق. طب ليه بقى هما الاتنين شافوا البحر لونه أزرق؟ عشان إيه؟ عشان بقوا إيه؟ أصحاب. بقوا أصحاب. هي إيه الصداقة؟ إيه يعني إيه أصحاب؟ أصحاب يعني بيحبوا بعض، بيساعدوا بعض، دايماً كل واحد عايز يشوف صديقه أحسن واحد، واللي بيتمناه لنفسه ويتمناه لصاحبه ولغيره. هي دي الصداقة. الرحلة كلها كنا سوا، قسمنا الأكل سوا، واجهنا الخطر سوا، وتمسكنا ببعض وقت الخطر، فبقينا أصحاب. إحنا الاتنين خلاص مش محتاجين ندور على صديق، إحنا الاتنين بقينا أصحاب. في نفس اللحظة شفنا البحر لونه أزرق ولونه جميل جميل جميل. ياه شوفوا بقى سمكة الثعبان حضنت الوردة كده وقالت لها خلاص من دلوقتي إحنا مش هنسيب بعض، هنبقى على طول مع بعض، ما يهمناش كلام الناس، ما يهمناش إن أنا بنقولوا عليا ثعبان وشكلي ثعبان. وردة قالت لها وأنا ما يهمنيش إن هم بيقولوا عليا سفنجة، أنا سفنجة وهفضل سفنجة، ربنا خلاني سفنجة وهفضل سفنجة، بس أهم حاجة إن أنا لقيت الصديق اللي بدور عليه. ايه رايكم بقى في قصتنا النهارده وحدوتتنا؟ حلوه. حلو؟ طب ايه اللي عجبنا فيها بقى؟ ايه اكتر حاجه عجبتنا في الحكايه بتاعتنا النهارده؟ ان هم وقفوا في ظهر بعض. ان هم وقفوا في ظهر بعض، حلو قوي. ان هم ساعدوا بعض. ان هم ساعدوا بعض. ما سابوش بعض. وما سابوش بعض. عشان كده هم الاثنين في نفس اللحظه شافوا البحر لونه ازرق. الصداقه يا اصحابي نعمه جميله ربنا اداها لنا، لازم نحافظ عليها، ولازم كمان أهم حاجة إن إحنا نعرف إزاي نختار أصحابنا، لأن الصاحب ده بيبقى جزء مننا، واللي بيشوف صاحبنا على طول بيعرف إحنا أخلاقنا عاملة إزاي وتصرفاتنا عاملة إزاي. فإزاي إحنا بنختار أصحابنا؟ نختار الصاحب اللي إيه الحاجة اللي تخلينا نصاحب حد؟ مؤدب. إنه مؤدب ويكون كويس. ويكون كويس ومحترم. ومحترم. كل الصفات الحلوة دي لما تبقى في صاحبنا هنحبه وهنفضل على طول أصحاب. دي كانت قصتنا النهاردة عن سمكة الثعبان وسفنجة وردة اللي عرفنا فيها حاجات كتيرة جداً، وأتمنى إنها تكون عجبتكم. أشوفكم في حكاية جديدة من حكايات ماما سماحة.